من مدينة كوفنتري البريطانية انضم إلينا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد رامي مرحبا بك، أطلعنا على آخر التطورات الآن. يعني بحسب المرصد يعني تقولون أن نصر الفصائل تسيطر على 5 أحياء في مدينة حلب، قبل ساعة سيطرت على يعني مدينتين أو حيين، الآن 5 أحياء وهنالك تسارع في الأحداث، ما الذي يجري أستاذ رامي؟ انهيار، مساء الخير. والواضح بأن هناك انهيار في صفوف عناصر قوات النظام الموجودة كانت في أحياء حلب الغربية. عندما نتحدث عن سيطرة على أحياء كانت تحتاج السيطرة عليها لأيام وأيام وأسابيع، السيطرة على شارع منها، وإذا بها 5 أحياء تسيطر عليها هيئة تحرير الشام والفصائل العاملة معها بساعات حقيقة الأمر، وبأقل من 3 ساعات تمت السيطرة على 5 أحياء دون مقاومة من عناصر قوات النظام الذين فروا من مقراتهم. هل معقول أن حزب الله هو الذي كان يحمل كل هذه المناطق وهو الذي كان يحاول صد الهجمات وهو الذي سيطر؟ أين عناصر قوات النظام؟ أين كانوا يتمركزون في السابق أستاذ رامي؟ سابقا كل هذه الجبهات التي دخلت إليها الهيئة اليوم كانت تقاد من قبل عناصر من حزب الله وقيادات من حزب الله وقيادات إيرانية وميليشيات عاملة مع حزب الله. انسحاب قوات حزب الله من تلك المنطقة ترك النظام بدون غطاء، ولم يساعد النظام عناصر حزب الله بقوات من النخبة منهم، بل جاء بناس غير مدربين ليس لديهم إمكانيات عسكرية في الأساس، احتياط وغير احتياط. هل هو يتخلى عن حلب التي يعني استعاد السيطرة عليها بعد تدمير أجزاء منها وبعد أن قتل فيها على الأقل نتحدث ما لا يقل عن 5000 جندي من قوات النظام؟ عملية انهيار حقيقية تجري لقوات النظام في أحياء مدينة حلب، وصلوا إلى مسافة ما لا يقل من أطراف مدينة حلب إلى داخل المدينة ما لا يقل عن 8 كيلومترات بساعتين. أستاذ رامي، يعني أنت تقول أنه لا مواجهات بين قوات الجيش السوري وهذه الفصائل المسلحة؟ لا مواجهات تذكر فقط. ماذا عن الضربات الجوية؟ هنالك قصف 23 طلعة جوية حصلت قبل تقريبا ساعة، يعني طلعات جوية روسية سورية على إدلب وريف إدلب وبعض المناطق، ولكن مناطق تقدم الجبهة. يعني على ما يبدو الجولاني في قيادة غرفة العمليات قال نحن ندخل إلى حلب، دخلوا إلى أطرافها، بعد ذلك بدأ الدخول تباعا إلى مدينة حلب، وانهيارات كاملة وشاملة لقوات النظام داخل المدينة. هل معقول أنت مدينة استراتيجية؟ طيب، لا تؤمن هذه المدينة؟ لا أعلم. طيب، بعيدا عن النظرية التي طرحتها وهي تندرج تحت نظرية المؤامرة أنه الرئيس السوري يتخلى أو أضعف الجيش بهذه الطريقة، تقول عن 5000 جندي غير مدرب أو من قوات الاحتياط. لا 5000 جندي قتلوا خلال معركة استعادة السيطرة على حلب. طيب الآن هذا عدد كبير، وبالتالي ما سبب خسارة الجيش بعيدا؟ هل هنالك سيناريوهات أخرى دفعت بالجيش السوري لتحمل هذه الخسارة؟ 5000 جندي ليس رقم سهل. أتحدث عندما سيطروا على حلب قدموا 5000 جندي، أتحدث اليوم لم يكن هناك مقاومة، لا 5000 جندي ولا 50 جندي في الاشتباكات. اليوم كان تقدم للهيئة بداية من أطراف حلب، بعد ذلك بدأت عناصر قوات النظام تفر من مقراتها في حي الحمدانية في حلب الجديدة وفي بعض الأحياء الأخرى، ووصلوا إلى أطراف يعني سيف الدولة وبعض المناطق يعني بسهولة. وصلت الهيئة وسراقب، نتحدث عن حلب مدينة السراقب الاستراتيجية التي كان فيها حزب الله والتي كان يسيطر عليها حزب الله، بعد انسحاب الحزب انهارت الجبهات والسيطرة على السراقب تمت بساعات. عندما سيطر حزب الله وقوات النظام على السراقب استمروا لأشهر من أجل معركة السيطرة عليها. طيب، وهم انهاروا بساعات قليلة. أنت مختص في الشأن السوري ومتابع لهذا الملف منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وهنا أسألك، هل هذه هي المرة الأولى التي تشهد تقدما لفصائل مسلحة إلى حلب؟ يعني هي ليست المرة الأولى ولكن بهذه السهولة نتحدث. منذ العام 2016 هذا أول تقدم يجري في مدينة حلب لهيئة تحرير الشام والفصائل، وهذا أكبر انهيار تشهده قوات النظام في مدينة حلب. نحن نقول انهيار ولا نقول تقدم. طيب، التقدم يكون عبر اشتباكات عنيفة، هنا نقول 5 أحياء
في أقل من 5 ساعات. أنت تقول انهيار الآن، يعني الفصائل المسلحة بدأت توحي أنها لن تقهر، وبالتالي كيف تختلف هذه المرة عن سابقاتها؟ بماذا ماذا يحمل أو ماذا تحمل هذه الفصائل هذه المرة؟ هل تستخدم تقنيات جديدة؟ هل تستخدم خطط جديدة للتقدم في مدينة حلب؟ لأنه يبدو أنه حلب يعني ستسقط بيد الفصائل لو استمر هذا الحال. وإذا سقطت مدينة حلب دون أي مقاومة، معنى ذلك أن حلب سلمت بسهولة، وأن النظام ليس لديها عديد للدفاع عن مدينة حلب. قولا واحدا لنكون واقعيين، هي تحليل طيب. الشام لماذا وماذا يعني ذلك إذا فعلا سقطت مدينة حلب؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة للحكومة السورية؟ ولماذا يعني سلمها؟ أنت تصر على موضوع التسليم يعني. يعني اليوم إذا ما لم يكن هناك مقاومة، وكل الجميع وعبر الحدث أكثر من مرة قلنا جبهة هي تحرير الشام سوف تتقدم باتجاه حلب وريف حلب الغربي، والنظام يقول بأنه تفاجأ، لا يتفاجأ ولا من يحزنون. لذلك أقول لك بأن هي تحرير الشام هي أعدت أكثر من 20,000 مقاتل مدرب تدريب شديد، ولديهم أكثر من 2,000 مسيرة انتحارية مدربين طيب. عليها تدريبا شديدا طيب. بالإضافة للسلاح متقدم تملكه هي تحرير الشام. سيد رامي ما جاوبتني، لماذا سلمها؟ لماذا يريد تسليمها؟ هل هنالك ربما أبعاد استراتيجية لهذا الموضوع؟ نعم يعني قد يكون هناك أبعاد استراتيجية. النظام يسأل لماذا لم يتصدى في حلب، ولماذا يقول بأنه يرسل مقاتلين إلى حلب. لذلك أقول بأن النظام قد ينهار ويسلم حلب بكاملها في أي لحظة. أنا أقول لك بصراحة كل الأحياء التي دخلت إليها الهيئة مقاومة شكلية، وفي بعض الأحيان كان هناك فرار لعناصر قوات النظام. هل ليس لديهم معنويات؟ هل كانوا يعتمدون على حزب الله والميليشيات الإيرانية التي كانت تقاتل معهم؟ لذلك أقول بأن اليوم نشهد عملية انهيار قوات النظام أقله في الأحياء الخمسة التي نتحدث عنها في مدينة حلب. طيب إذا أراد الجيش السوري استعادة هذه المناطق، ما الذي يجب فعله الآن؟ وهل باستطاعة استعادة هذه المناطق من دون الدعم الروسي والإيراني؟ من المستحيل أن تستعيد قوات النظام جزء من هذه المناطق دون غارات جوية روسية مكثفة ستحرق الأخضر واليابس، وروسيا ليست بوارد الآن تنفيذ غارات مكثفة، وإيران ليس لديها عديد كافي، حزب الله منشغل بما جرى له في لبنان. لذلك أقول بأن النظام اليوم في أضعف حالته في محاولة التصدي لهذا الهجوم على حلب وسراقب، وغدا قد يكون الهجوم على خان شيخون وتستعيد هيئة تحرير الشام. ليس فقط المناطق التي سيطر عليها النظام منذ العام 2019 بل منذ العام 2016. طيب الآن ما هي السيناريوهات المتوقعة؟ هل سنشهد ربما سقوط أحياء في يد الفصائل المسلحة؟ نعم قد نشاهد الآن، أتحدث معك الآن وقد بعد قليل قد نشاهد سقوط المزيد من الأحياء في يد هيئة تحرير الشام طيب. والفصائل العاملة معها. طيب أستاذ رامي، الآن نحن نتحدث الآن عسكريا، هذه المناطق تشهد وجود عائلات وإن كانوا قلة في تلك المناطق، لكن هذه العائلات إلى أين توجهت؟ من المعين لتلك العائلات؟ إلى أين نزحت؟ لا ليست قلة، كانت عائلات كثيرة، وهي نزحت باتجاه أحياء حلب الشرقية، ونزحت باتجاه طريق خناصر الغير آمن الذي هو المخرج الوحيد من مدينة حلب. أقول لك إذا ما تمكنت هيئة تحرير الشام من الوصول إلى طريق خناصر في جنوب حلب ستكون حلب محاصرة بشكل كامل، مثل ما كان عليه الوضع في 2015 أو في بداية حصار أحياء حلب الغربية، إلى أن تمكنت إيران من فتح طريق خناصر. لذلك أقول النظام في مأزق حقيقي الآن وكبير جدا داخل مدينة حلب. هل لديك حصيلة أولية عن الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الاشتباكات، إذا كانت حصلت اشتباكات في البداية؟ لا، في مدينة حلب لم تحصل اشتباكات كبيرة، نحن نتحدث فقط عن ما جرى حتى ظهر اليوم. كانت الحصيلة كالتالي: 128 من هيئة تحرير الشام، نتحدث عن 23 من الفصائل العاملة معها، نتحدث عن 92 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسية سورية وغير سورية، بالإضافة عن ما لا يقل عن 26 شهيدا مدنيا سقطوا في القصف من قبل الروس والنظام، وقصف من قبل الهيئة على المدينة الجامعية. طيب هنالك حديث أن الفصائل تقول أنها سيطرت، يعني هذا خبر عاجل وردنا للتول، الفصائل تقول أنها سيطرت على الكلية العسكرية وكلية المدفعية بحي زهراء شرق حلب، ماذا يعني هذا أستاذ رامي؟ حي جمعية الزهراء هو غرب حلب،
طيب الكلية المدفعية هي جنوب حلب. بالنسبة لجنوب حلب ليس مستبعد، لأن سيطرة على جمعية الزهراء، هم سيطروا حقيقة الأمر بالفعل على مناطق في حي جمعية الزهراء، لكن بالنسبة للكليات، منطقة الكليات التي تقع جنوب حلب، إذا ما كانوا وصلوا إلى كل هذه المناطق من السهولة أن يسيطروا على هذه الكليات، ولكن يعني هم إذا ما دخلوا سيطروا على من شرق، هم من دخلوا من الغرب، شمال. دخلوا من غرب حلب، ولا من شرق حلب، طيب دخلوا من غرب حلب طيب وتقدموا باتجاه الشرق. طيب لدينا الآن الشرق والغرب والجنوب بيد الفصائل المسلحة، ماذا عن الشمال؟ ماذا عن تل رفعت إذا أردنا نتحدث عن قوات قسد؟ لا، نكون دقيقين، لدينا الآن الجنوب والغرب هو بيد الهيئة والفصائل. بالنسبة لتل رفعت انسحبت امس القوات الروسيه، بعد ذلك عاد الصباح اليوم هناك انتشار للقوات الكرديه في تل رفعت وفي منطقه، انتشار القوات الكرديه وتواجد القوات الروسيه. قوات النظام الموجوده في تل رفعت او في محيط تل رفعت طلبت من القوات الكرديه مؤازره في ريف حلب الغربي. القوات الكرديه قالت نحن لا علاقه لنا بالامر، نحن نتصدى فقط لهجمات تجري على النازحين في عفرين الموجودين بنحو 300 ألف في ريف حلب الشمالي. أيضا لدينا جبهة ريف حلب الشمالي الشرقي منبش، هناك حشود للفصائل الموالية لتركيا، أي أن المنطقة بأكملها الآن قد تشهد عملية واسعة إذا ما قررت تركيا تنفيذ عمليات أخرى في ريف حلب الشمالي وريف حلب الشمالي الشرقي. الآن للنظام، نعم تفضل. الآن للنظام فقط ريف حلب الشرقي وريف حلب الجنوبي الشرقي هو الآمن لقوات النظام حتى هذه اللحظة. ماذا سيدور في الساعات القادمة لا نعلم، ولكن كل ما نعلمه بأن الهيئة عدت بشكل كبير جدا أكثر من 20,000 مقاتل مدرب تدريبا شديدا خلال عام من الآن، وكانت من المفترض أن تبدأ هذه العملية في أواخر سبتمبر لكن تأخرت بناء على طلب تركيا وانطلقت قبل أيام. طيب يعني لنقي نقطة تركيا، سأعود وأعرج عليها، لكن لابد لو تطلعنا عن أكثر، تتوسع لنا في موضوع منبج والحشود التي تتواجد في منبج. منبج الأمر يتعلق بما يعرف بالجيش الوطني الموالي لتركيا، أوامره كاملة من تركيا، إذا ما قررت تركيا ستنفذ العملية في تلك المنطقة، إذا ما قررت تركيا عدم فتح هذه الجبهة لن تفتح هذه الجبهة. أيضا تل رفعت كذلك، الأمر يتعلق بالجيش الوطني العامل تحت الحكومة المؤقتة الموالية لتركيا. ما دون ذلك الجبهات الآن التي نتحدث عنها هي بأوامر بالصوت والصورة من أبو محمد الجولاني قائد هيئة تحرير الشام، هو الذي يعطي الأوامر لهذه التحرك. يعني لم يصدر أي بيان من أبو محمد الجولاني كما لا علاقة له. أبو محمد الجولاني يتحدث من غرفة عمليات، هو يعني يتحدث وتشاهده يتحدث أي قائد عسكري على مستوى العالم، طيب، بأنه انطلقوا وتنفيذ العملية هنا وهناك. طيب إذا أردنا نتحدث عن الدور التركي الآن، كيف تؤكد، لأن هنالك أصابع الاتهام توجه إلى تركيا الآن بدعم قوات الفصائل أو هذه الفصائل المسلحة، إلى أي مدى يمكن أن لتركيا يد فيما يحصل الآن؟ يعني تركيا دون الضوء الأخضر التركي والسماح التركي لم تكن هذه العملية لتبدأ لولا الضوء الأخضر التركي، لأن تركيا لديها مئات الجنود في منطقة خط التصعيد. إذا ما كانت تركيا لا تريد هذه العملية فهي تخشى على جنودها وتخشى على آلياتها وعلى جنودها الموجودين في مناطق خط التصعيد التي قد تتعرض للاستهداف. لذلك تركيا تعلم بالعملية وتعلم تفاصيل العملية وهي التي أعطت الضوء الأخضر لها. قد يكون الأمر في إطار مقايضة مستقبلية، وقد يكون الأمر في إطار تغيير خارطة السيطرة السورية من أجل حلول ما أو أجل تقسيم سوريا لكونفدراليات مستقبلية. وهذا ما يدفعني لأن أسألك، هل هذه الفصائل ستشرع بإقامة منطقة عازلة موازية يعني لما يحصل خصوصا في قسد؟ لا، هي لا علاقة، أبو محمد الجولاني لا علاقة له بالقتال مع قسد ليكون واقعيين. أتحدث عن الفصائل المسلحة الآن التي دخلت. لا هي نعم، لا الفصائل المسلحة هي في شمال، حتى اللحظة لم تبدأ عملياتها، الفصائل المسلحة تقع في شمال تل رفعت، تقع في نبع السلام أو ما تعرف بمناطق تل أبيض ورأس العين، وتقع في عزاز. حتى اللحظة هذه وفي عفرين المحتلة، حتى اللحظة هذه الفصائل لم تبدأ أي عملية اتجاه قوات النظام أو اتجاه قوات سوريا الديمقراطية. لا نعلم ما هي الترتيبات المستقبلية، لكن إلى الآن هي حشود إعلامية، حشود حقيقية على الأرض في إطار نشر إعلامي، لكن تحركات عسكرية حقيقية غير موجودة حتى اللحظة. أين روسيا من كل هذا؟ وروسيا هو الداعم الأبرز والحليف الأكبر لسوريا.
روسيا تنفذ غارات، ولكن ليست بالغارات الكبيرة التي من الممكن أن تصد هذا الهجوم المعلن بشكل كبير جدا. قراءتك لموضوع يعني الدعم ليس بالمستوى المطلوب من روسيا، يعني بهذا التوقيت بالتحديد؟ ما لا يعني، هل هناك ترتيبات لسوريا؟ هل هناك ترتيبات للمنطقة؟ هل هناك يعني أين قبل أن نصل روسيا؟ أين النظام من كل هذه العمليات التي تجري الآن؟ لا نسمع سوى تصريحات وأرسلنا قوات وأرسلنا معدات، ولا نشاهد أي قوات على الأرض تشاهد انهيار. لذلك أقول روسيا هي تساعد النظام، ولكن روسيا بالنهاية لديها حرب أوكرانيا، وهي غير قادرة على حرب إدلب بشكل كامل، لأن ليس لديها العديد الكافي والعتاد الكافي لتدمير هذه المناطق. هي ساعدت النظام، بعضها قتل النصرة، ولكن بعضها أيضا أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 20 مدنيا في الأتارب وفي دار معزلة نتيجة الغارات الروسية. شكرا جزيلا من مدينة كوفنتري البريطانية، رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.